دلوقتي عندنا احنا نظام تشغيل الاشتراك، نظام العشاء متاح، هو نظام تشغيلي نظام العشاء متاح. الهدف منه ان انا اعمل اسرع انتاج بافضل اداء واقل تكلفه. كل حاجه موضحه بالورق هنا وبالفرز معايا. عسبت الفرز هنا وسبت الصيانه. قالوا سبت الصيانه دي الحاجات المضيعه اللي ممكن اه ده تشغيل الماكينات الماكينه في الفحص صحيحه. الله ينور يا عم. الصيانه تشغيل شيك الفحص تشغيل شيك النظافه سيادتك تشغيل الماكينه في الفحص صحيحه. انا شايف نفسي بعمر الخميس بتاع السجاد وكان السجون اللي احنا مش قادرين احنا مرسيدس الصناعي. اللوحه دي في كل مربع. السي دوت دي اللي هي خرج المعماري. السلامه ديت هنا علامه الفحص اللي احنا عاملينها ديت اللي هي ايه؟ تنظيف سيء، تشحيم سيء، تسديد سيء، تشغيل سيء، لا تنظيف سيء، تشحيم سيء، نظافه سيئه. دول بيقللوا معايا المحصول، بيقللوا مشاكل المحصول. مفتاح 15 نقطة، مفتاح 15 اللي هو التدريب على المهارات وال اللي هو التدريب المهارات ازاي يعني اتدرب ازاي. كل اسبوع بنعمل عاملين فتره تدريبيه هنا في مصر، كل اسبوع بطلع واحد معايا يتدرب. بالنسبه للانتاج احنا بنجيب الانتاج بالمتر المربع من اماكن التكييف على عدد العمال على عدد الساعات اللي الفعاليه ساعتها. احنا عندنا المكان ولا عندنا مصانع كيوت عشان تروح تبص في السجون الشرقي اللي احنا اتربينا عليه. جينا سعيد جدا ان احنا النهارده في اي وقت كده. والابتكار، والابتكار دايما الله يرحمه معلمنا دايما نرتكب نفتلت على غيرنا بالابتكار.